عدنان إبراهيم ينكر أحاديث ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام كحديث قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري، وهو أنكر الحديث تحت عنوان المقطع أحاديث موضوعة، موضوعة وضعيفة عند البخاري ومسلم. قال دي أدلة على أن البخاري ومسلم فيه أحاديث يا جماعة موضوعة، وهدفه من الطعن في البخاري ومسلم أنه يطعن في الإسلام ويطعن في الدين، لأنه دي أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كما أجمع العلماء وأجمع المسلمون. شغل مقطع رقم 5. هذا حديث سحر النبي، وهو حديث في الصحيحين، يرويه هشام لا غير عن عروة لا غير عن عائشة لا غير، فالحديث فيه تفرد غريب جدا، حديث من الأفراد. أول حاجة الحديث هي حديث صحيحة، وهي في الصحيحين إن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، وسحره اليهودي لبيد ابن الأعصم، لكن الرجل عدنان إبراهيم لعلاقته الوطيدة مع اليهود ما دار يسيء له، لكن دار ينكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وده تفسير ابن كثير نقل الحديث عن البخاري وعن الإمام أحمد في المسند والبخاري بالصحيح وغيره. قال: وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أول من حدثنا بابن جري قال: حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد ابني الأعصم، رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوف في بئر ذروان، أو كما قال. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكان ماؤها نقاعة الحناء، وكان نخلها وكأن ماؤها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا، أي تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية، حتى البخاري براوي زي ما هو بيقول هذا البليد، حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فاستخرجها، فجاء بها فحللها، فقال: فقام رسول الله كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. رواه النسائي عن هناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير. وقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك، يعني السواحر. قال مجاهد: إذا رقينا ونفثنا في العقد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى بإسناده عن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. قال ابن كثير: ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه، ورد كيد السحر الحساد من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر، بل كفى الله وشفى وعافى. أحاديث كثيرة جدا رواها، يقول لك ده حديث غريب
ولم يروي إلا واحد وواحد وإلى آخره وكذا 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 وكذا. ودائما سيم العلمانيين هؤلاء إنهم بيردوا خبر الواحد وفي نفس الوقت يلزموننا بخبر الواحد. يقول لك الأحاديث دي وحديث الوردت في نزول المسيح كلها أخبار آحاد، وفي نفس الوقت هو اللي بيقول الكلام ده أيضا آحاد ولم يتواتر. هل تواتر عدنان إبراهيم؟ تواتر؟ ما تواتر، خلاص. فده زول مجرم وزول ضال. والأحاديث صحيحة كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب التي قرأناها. قال عبد الله الغماري رد أحاديث الصحيحين، بيطعن برضه في الأحاديث. عبد الله الغماري ده صوفي مجرم مبتدع، ما بنسمع كلام غماري بتاع شنو، ويقول لك علامة الزمان وعلامة شنو، وفي نفس الوقت يقول لك ليه ابن تيمية سموه شيخ الإسلام؟ ما الضال المبتدع أنت بسميه علامة الزمان؟ وقال آخر حافظ قال من حفاظ هذه الأمة الغماري، بعد ما ذكر الكبير قال، بعد ذلك ذكر عبد الله الغماري وقال ده الصغير، ده مبتدع مجرم بس. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.